السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الساكنة ديال جزيرة طرانيا قررت انها دير وقفة احتجاجية اللي خدات على الرخصة ديالها من السلطات، ولكن بعد تأني شافت بان خص دير شي اسلوب حضري بعيد عن البلطجة، عن السب والشتم وعن الشعارات اللي هي شعارات خاوية ما عندها حتى شي اساس من الصحة، واللي واقفة على اشاعات ديال مولات المدرسة، لا من طرف الاباء ولا من طرف الناس اللي خدامين في المدرسه. وهذا مساله واضحه ان الناس خدامين في المدرسه راهم 30 ولا 40 اللي كانوا هاجمونا في الواقعه ديال 28 في شهر 4 شهر 3 بليدو. وحنا خدينا هذه الطريقه حضريه، طريقه ديال اننا تنطالبوا بتطبيق القانون. وكما تتشوفوا حنا شدينا داك سمو المراسلات اللي توصلنا بهم والحقائق اللي خصهم يعرفوا الناس كاملين، لا السكان ديال الجديده ولا الناس اللي ولادهم تيقراو في هذه المدرسه هذه. حنا ما تنبداوش نتكلموا في الهواء ونحاولوا ناسوا قصه باش ندافعوا على مصالح شخصيه. حنا مساله حضاريه. اليوم حنا ما تنجيوش، ما جيناش، جيت غير انا تنمثل الساكنه ديال رانيا باش نبين مرة أخرى الحقائق ديال هذه المدرسة هذه اللي هي أوفات ماشي مدرسة، هي غير كراش وتحولت إلى مدرسة بدون حق. حنا مازال غينناضلوا، حنا ما يتوقفوش في هذا الحد، مازال غيمشيو من الناحية القانونية. إلى اقتضى الحال ماشي نجيو نوقفوا حدا أمام الفيلات ديال الناس ونبداو نغوتوا، إلى اقتضى الحال غيمشيو نوقفوا أمام المحلات ديال السلطات المعنية بالأمر. وحنا تنطالبوا من جميع المسؤولين انهم يسرعوا باش يتحل هذا المشكل وباش تسد الساحه وباش تسد هذيك البنايه اللي تيقراو فيها التلاميذ. وهذا هو التصريح ديالي اليوم، وتنتمنى ان من الجهه الاخرى يكونوا فاهمين ويطبقوا القانون. وتنتهز هذه الفرصه باش نقول واحد الكلمه في حق المغاربه، بحيث اننا خصنا نوقفوا، ماشي نوقفوا باش هذاك السمو نخسروا واحد اللوتيسمون، ونوقفوا باش ندافعوا على المصالح الشخصيه، خاصنا نوقفوا باش ندافعوا، ناخذوا الموقف ديال المغاربه وديال الحكومه وديال صاحب الجلاله الدخول ديال البوليزاريو للمنطقه العازله ديال القرقارات. ماشي نجيو هذاك السمو نبداو نفضحوا عباد الله ونبداو هذاك السمو نشوهوا في الناس. واضافه الى ذلك باش نوقفوا واقفين كرجلين واحد باش نساندوا الموقف ديال الحكومه وصاحب الجلاله تجاه ايران. هادو هما المواقف الصحيحه اللي خص الواحد ياخذ، ماشي مواقف ديال قرر لي ولدي ما عندوش فين يقرا وكي غيدير هاد السيده والى اخره. هذه مسائل واهيه اللي ما خصش الانسان تماما يلتفت لها، اللي يلتفت للمعقول وتطبيق القانون. سيدنا باغي يطبق القانون وحنا باغيين القانون يطبق بحذافيره. وهذا هو التصريح اللي عندي اليوم، وتنشكركم. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة